la voix de son voix. مستمعين مستمعات إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم وسهلا. بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، نظمت المنظمة العالمية للهجرة مسابقة أحسن عمل صحفي تحت هذا الموضوع مع ضد الهجرة. وتحت هذا الإطار إذاعة من لا صوت لهم حضرت هذه التظاهرة، وكان لها لقاء بالمشاركين من أجل معرفة العراقيل والصعوبات التي تلقاها المشاركين أثناء إنجاز هذه الأعمال. تابعوا معنا آراءهم. يعني صحيح الموضوع اليوم، يعني الاحتفال الذي سيجري اليوم سيعيد لنا أمل عودة الصحافة من جديد، ليس يعني تكريم بل فقط يعني هو مجال جديد كي نحلم أن هناك صحافة في الجزائر. اليوم يعني شاركت في هذا المسابقة عن تحقيق أجريته عن الهجرة غير الشرعية، أين يعني رفقت الشباب من الجزائر إلى الضفة الأخرى. مع الأسف هذا الكاربوتاج التحقيق أخذ يعني عوائق كثيرة، يعني لم تقبل أي مؤسسة إعلامية بثه ما عدا راديو آم يعني لم يسألني يعني أنا كنت مع من ومع ضد، فقط سؤاله الوحيد إذ كان حقيقة موضوع ميداني. يعني ولقد بث منذ أشهر في راديو آم. صحيح دخلت هذه المسابقة ليس يعني لنيل يعني الرتبة أو فعل العكس، يعني فقط كي أعرف أن هناك صحافة في الجزائر في هذا الموضوع. يعني هذا قلت للتحقيق لما أجريته ميداني، يعني دائما أقول الهجرة غير الشرعية ليست مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين، لأن الجميع يتهم الشباب الذي يخوض هذه التجربة. يعني هؤلاء التجربة لا يلبسون طاقية إخفاء يعني تنقلهم إلى الضفة الأخرى، بل يعني هناك يعني وسائل يتبعونها للذهاب إلى إسبانيا أو فرنسا أو دولة أخرى. هنا يعني الاتهام ليس للمهاجرين بل الاتهام للحكومة الجزائرية. يعني هذا إذ تكلمنا عن المهاجرين الجزائريين، يعني أين هي البحرية الجزائرية؟ أين هي كذلك وزير التجارة؟ يعني أتمنى فقط يعني رؤية التحقيق لمعرفة يعني تفاصيل الرحلة كاملة. المسؤولية ليست مسؤولية الشباب الذي يخوض التجربة، بل هناك من يتاجر في هؤلاء الشباب. مع الأسف يعني تعرفون أن الصحافة في الجزائر مقيدة، الإمكانيات كانت خاصة، يعني لهذا سميت مهنة المتاعب، إمكانياتي الخاصة يعني، وهذا الشيء يعني ليس يعني لا تعتبره شكوى أو على العكس، عملت هذا العمل عمل شخصي. هو بالنسبة للمسابقة في حد ذاتها تعتبر شكل من أشكال النضال والدفاع على حقوق من الحقوق الأساسية للعمال اللي هم العمال المهاجرين. من ناحية الموضوع فهذا النوع من التغطيات وهذا النوع من المسابقات وهذا النوع من الأحداث هو الذي سيدعم جهود إدماج المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء في المجتمعات المغاربية، حتى لا نقول فقط الجزائرية، لأنه نشعر على أنه المجتمع المغاربي عنده رفض للمهاجر القادم من إفريقيا والجزائر في حد ذاتهم أفارقة، بمعنى نشعر على أنه فيه الكثير من العقبات والمطبات الاجتماعية الراسخة في المخيال المجتمع. فهذا النوع من المسابقات هو التي يحارب هذه الظواهر، ظواهر العنصرية، ظواهر رفض الآخر لاختلاف في الشكل أو في اللون أو في الدين أو في المعتقد. فهذه المسابقات يجب تشجيعها ودعمها حتى يكون عندها صدى دولي كبير ويخرج فيها شريحة واسعة من الصحفيين، لأنه دور وسائل الإعلام هو دور أساسي ودور محوري في مجابهة ومحاربة ومناهضة العنصرية داخل المجتمعات المغاربية وعبر مختلف الدول. وأولا المجهودات شخصية ووسائل خاصة، لأنه أنا أشتغل في موقع راديو أم وموقع إلكتروني، الوسائل متوفرة لكنني أنا مقيم في وهران فلم أطلب الوسائل، لم أطلب من الإدارة أن توفر لي الوسائل. لو طلبت منها أكيد كانت توفر ذلك، لكن اخترت على أني أخذ وقت واسع من أجل إعداد الروبورتاج الذي قدمت به المشاركة، وهو الحديث عن مهاجر قادم من مالي ويحترف خياطة الملابس التقليدية في مدينة وهران وفي تلمسان وفي قسنطينة. ففضلت على أن تكون وسائل الخاصة، لأنه موش فقط هذا الروبورتاج الأول نتاعي حول مسائل المتعلقة بالإجراء، هو ثالث ورابع روبورتاج في ظرف سنتين. فدائما أفضل أن تكون مستقل من حيث الوسائل، لأن وسائلي لما تكون معايا ربما أشعر باستقلالية وأخذ وقت أكبر مقارنة لو وفرت الوسائل التقنية للإدارة اللي ربما تكون ملزم هي كذلك
بتحديد المده اللي تستغل فيها هذه الوسائل، لانه فيه الكثير من الطلبات من طرف الزملاء ربما يكونوا مشغلين بتلك الوسائل، وبالتالي الوسائل اللي اعتمدت عليها هي وسائل خاصه بي. هو اولا هو تجربه جديده بالنسبه لي. شاركت في الكثير من العام الماضي، كنت اخذت جائزه لاني شاركت في روبوتاج حول الهجره ما بعد الحراك الشعبي، الشباب اللي فضل انه يبقى خلال الحراك ويشارك في سلسله التغيير السياسي والديمقراطي في الجزائر بعد توقف مسيره الحراك، عاود رجعت الظاهره. فهذا هو الروبوتاج الثاني. فالروبوتاج من هذا النوع هو خاص بالمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، وهي زاويه اخرى للمعالجه لظاهره الهجره اللي هما الميغرون السبسهاريه. وبالتالي كل مره نسلط الضوء على عينه من عينات ظاهره الهجره بمختلف زواياها، سواء المراه المهاجره، الطفل المهاجر، العماله المهاجره، العنصريه والقوانين والحكمه في المنطقه المتوسطه، في الحوض المتوسط او المنطقه المغربيه بشكل عام. بالنسبه للمشاركه تاعي في هذا الكونكور هذا لذاته منظمه الهجره الدوليه، انا قمت بالمشاركه من خلال ريبورتاج، من خلال مقال. هذا المقال تحدثت فيه مع مجموعه من المختصين سواء في الجانب القانوني وفي الاجتماعي وفي النفسي على ظاهره هجره النساء في الجزائر وعلى اسباب تاعها والوقع تاعها في المجتمع الجزائري. وانا في المقال تاعي قلت باللي احنا في مشروع حياه، مثلا احنا في اذاعه صوت المراه في مشروع حياه مازال رانا نبحثوا في هذه القضيه، على بالنا باللي قضيه تاع هجره النساء الجزائريه يعني اللي فهم حراقه يعني قضيه شاسعه جدا، عندها العديد من الاسباب، كاين بزاف علاقات واسباب داخله فيها. لذلك قلت انه احنا اثناء رحلتنا في البحث، طبعا بحث ماهوش بحث اكاديمي، بحث كصحفيين من خلال مقالات ومن خلال محتويات اعلاميه، برامج تلفزيونيه واذاعيه وريبورتاجات، رانا نحاولوا نفهموا الظاهره هذه اكثر ونقتربوا من المهاجرات هذوما اكثر. لانه كي تقول سبب من دون اخر، كي نقول لك بسبب مثلا الفارغ اني رحت الغيت السبب تاع العامل الاقتصادي، كي نقول العامل الاقتصادي الغيت السبب تاع العامل الاجتماعي. لذلك فاحنا دائما رانا دائما منفتحين على افكار جديده وعلى تجارب هذه النساء ايضا من خلال شهادات يقوموا بهم معاهم والمختصين، باش نخرجوا بحوصله تعبر على المشروع تاعنا وعلى واش خدمنا طوال هذه الفتره. في الحقيقه يعني ما كانش هناك، تعرف العمل الصحفي اصلا هو عمل صعب تتعامل مع الناس، لكن اكبر مشكل واجهنا في حياه ربما مع في البدايه تاع المشروع هو انه شهادات اللي قام حراقه بحداتهم يخافوا يهضروا، لكن هذا يعني مع الوقت قدرنا نحصلوا على شهادات. لا رياليزاسيون تاع البروجي ديالنا في الخدمه توجور بالامكانيات تاعنا تاع الاذاعه اللي متوفر عليها الاذاعه، نشوفوا على حسب الوضعيه، مثلا اذا كاين لي زانفيتي اللي يقدروا يجوا لينا للاستوديو يجوا، اذا حنا لي بلاصي وعندنا الكاميرا عندنا الماتيريال تاعنا حنا نروحوا. هذه المسابقه اللي قامت بها منظمه الهجره الدوليه عاونتني بزاف باش نفهم الكونسيبت ونفهم المضامين اللي راهي تخدم عليها حاليا منظمه الهجره الدوليه، وعطاتني بزاف افكار مع الصحفيين كامل اللي ربحوا لي شاركوا باش حنا ثاني نطوروا المحتوى تاعنا اكثر. تري كونتون دافوار اتر بري سيليكسيوني في هذه المسابقه المنظمه الدوليه للهجره التي تعالج مواضيع عندها علاقه بالمهاجرين والهجره. سعيده جدا للزملاء اللي فازوا من بقيه لي كاتيجوري، الحمد لله على هذه الفرصه. بالنسبه للصعوبات التي واجهتها، والموضوع بحد ذاته موضوع صعب جدا باش تعالجه، باش تلقى المصادر، باش تلقى الحالات. انا شخصيا الحاله تاعي كانت حاله مهاجره سبساريان تعرضت للاغتصاب، حكيت حكايتها. يعني الصعوبات بدات من اول ما لقيتش بسهوله كونتاكت مع مهاجره، ومن بعد باش نلقى قصه نقدر نحكيها للمستمع ايضا. الصعوبه الثانيه ممكن هي صعوبه اكثر، تقنع المهاجر انه يحكي قصته، يخاف انه الشرطه تحكمه باغ اكزومبل، ولا دائما يقول لك لا ما نقدرش نصرح باي تصريح ممكن يكون ضدي. هذه هي ابرز المشاكل اللي واجهتني كصحفيه في الميدان. صحفيه حبيت نعالج هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا، انا نشوفه كل يوم امامنا، لكن قاعده التحرير ما تنتبهش ليه بزاف. فنتمنى انه بروشينمون مع هذه المسابقه الدوليه قاعده التحرير والقنوات التلفزيونيه وحتى البرامج التلفزيونيه ولي ريداكسيون دو بريس اكريبت ينتبهوا هذا الموضوع لاهميته. دون لي مويان سي مو بروبر مويان، امكانياتي الخاصه وامكانيات الجمعيه اللي انا نعمل معها مع اذاعه صوت المراه. اكيد لانه اكيد هذا المشروع، هذا العمل اللي شاركت به في المسابقه ضمن مشروع اسمع لها اللي يهتم بال
المهاجرات اللي تعرضوا للعنف في الطريق. إذن فأكيد الإمكانيات، إمكانيات الجمعية وإمكانيات الإذاعة وأكيد أيضا إمكانيات الخاصة خلتني ننتبه أكثر لموضوع الهجرة ونعود ممكن نعالجه على الأقل مرة في الشهر أو مرة في الشهرين ونهتم لهذه الفئة اللي راهي تعاني جدا. يعني لما نروح لبلدان أخرى نشوفوا بلي المهاجرين راهم يندمجوا في المجتمعات اللي عايشين فيها وصاروا منتجين ويمثلوا فئة معينة في المجتمع. فإن شاء الله إن شاء الله راح يكون هناك إنتاجات أخرى. زادت لي إنه مشاركت في هذه المسابقة كما هذه وجوري كما هذا أكيد يقيم أعمالي. هذه المرة أكيد ما وفقت بالربح لكن إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. مبروك للفائز. أنا بريزونتيت الفيلم ديالي لا في سي با لو لي درتو دون الكادر تاع بروجي جلوبال هكايا مي شغل حنا اون دوفي فيلمي برك دي تيموانياج ابري قلت بلي بور سنسيبيليزي كتر سا سري بيان ديرو دوكيومونتير اي هكا لي بدات لي ايدي. اون افي با بوكو دو مويان لي مويان الوغ حنا تري سانسيرمون سيتي اون فاسيليتاتريس ولا اون بارتنير لي كانت معنا لي هي مريم بلعلا كي اون ميليتانت اون الجيري كي ريسبونسابل دي سوا فامون دي تريس دونك هي لا بوكو ايدي هاد لي فام على بالها واش يعيشوا على بالها كيفاش اي تو اي دونك هي لي نو لي ا بريزونتي شغل دونك هي فريمون نو ا فاسيليتي دي شوز ابري كوت بالك مويان تكنيك اي تو سيتي هي بلوز ايفيدون باسكو كان عندي ماتيريال و كان عندي سيت اكسبيريونس في هذا الدومين اي يافي معايا لا شارجي دو بروجي تاع اون او ان جي شيسك دالجيري اللي هما مالفين يخدموا بزاف مع النساء اي تو دونك ال ا سو كيفاش تعاوني باش نهضروا مع هاد لي فام. سانسيرمون لا ديفيكولتي هي باش الناس يديروا في كونفيونس باسكو تري سوفون في الجزائر شغل سي اون كاتيجوري لي جايه مهمشه بزاف دونك باش يديروا في كونفيونس واعره اي باش ثاني ما تقيسهمش في لا سنسيبيليتي تاعهم واعره دونك سيتي فريمون لا كومونيكاسيون اي كيفاش تهضر معاهم اي شغل سي ان سوجي تري لور دونك باش ال سوفر ا توا ويحكوا لك اي تو يفو ان ترافاي يفو اون كونفيونس ستاندار تاعني. J'espère avoir été à la hauteur de la confiance les dar ofia parce que même après شغل l'une des difficultés c'est باش توري هاد الخدمه parce que تخدمها c'est très bien بصح البيت تاعها سي sensibiliser بها الناس et comme c'est délicat باش نبروتيجيو هاد لي بيرسون ما قدرناش نبروباجيوه بزاف هاد الفيلم donc c'est ça la difficulté le fait حتى دور بدلت لي كاع ما فيزيون في الدنيا و parce que je savais pas كيفاش كانوا يقطعوا par exemple الصحراء je savais pas كيفاش كانوا يعيشوا كاع هاد لي فام donc à chaque fois que je vois une personne migrante برا نتقاس كثر et j'essaie de d'organiser une des actions dans ce sens ou la d'inclusion باش نحبسوا نهمشوا لي بيرسون وندخلوهم ان بو بلوس في الخدمه في دي شوز هكايا vu كاع واش عاشوا وكاع واش ils ont traversé la traversée du désert في اسم اخر المرتبة الثالثة والجائزة الثالثة في المسابقة اللي نظمتها الويام المنظمة الدولية للهجرة فيما يخص نظرة على المهاجرين. الصورة اللي شاركت بها كنت خديتها حوالي 4 سنين ولا 5 اللي فاتت كنت نصور في واحد صاحبي في السبيكة تاع المدينة فاتوا علينا أفارقة باسكو عندنا أفارقة في بشار منين فاتوا علينا الصديق تاعي خدا فوتو مع واحد منهم من بعد كي بعدوا علينا عجبتني لافوتو نتاعهم يتمشوا في السبيكة هم ثلاثة بانت لي شغل ما تمثل الحياة نتاعهم شغل فير لانكوني يعني المستقبل نتاعهم مانيش عارف وين راهو رايحين. خديت الفوتو هذيك كي جات لوكازيو شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي شاركت بها والحمد لله كانت فيها نتيجة. على كل حال في الفوتو هذه ما كانش عندي فيها مشكل بصح في الحياة نتاعي في التصوير فيه شوية مشاكل سيرتو في حياة الشارع لازم تاخذ رخصة من الناس دي فوا الأكثرية يعني لا ماجوريتي ما يبغوش يتصوروا سينو هذا هو الأكثرية ما يبغوش يتصوروا. كانت عندي كاميرا عادية سومي بروفيسيونال كانت عندي كانون 700 دي هي اللي خديت بها الفوتو بيان سير حاجة محفزة كما نقولوا تخليك تزيد تخدم باش إن شاء الله نشاركوا في طبعات جاي إن شاء الله بإذن الله. Nous sommes tous la voix des sans voix.